مساء الخير مشاهدينا، حلقتنا اليوم مشوقة وتطرح قضايا غريبة وجدلية نوعا ما. فمن خدمة العناية بجمالك أثناء العمل، ونناقش فتح التحقيق في تعنيف معلم لطالبة سببه فيديو على اليوتيوب. كما عودتنا سوبر مام، نصائح مفيدة لكل أم تساعدك في حماية أبنائك من صحبة السوء. ومن جدة نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وكذلك نناقش ظاهرة غريبة وهي انتحال الشخصيات عبر المواقع الاجتماعية. قبل أن نبدأ طبعا بمسي على زميلتي خلود. خلود، خبرينا شو عندك اليوم. من جدة عندنا مواضيع مختلفة ومتنوعة، حنتكلم عن مشروع جديد بيحمي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من انتحال الشخصية أو اللي بينتحلوا الشخصيات، هذا بالإضافة لموضوع آخر عندنا وهو حديثنا عن ملتقى المسؤولية الاجتماعية اللي تم هنا بجدة، هذا بالإضافة لغير المواضيع المختلفة والمتنوعة. اسمحوا لي الآن ومسي على زميلتي رنيم القبش بالرياض. يسعد مساكي يا رنيم. مساء الخير عزيزتي، وطبعا مساء الخير مشاهدينا الكرام. واليوم من الرياض ضيفي مميز، وهو واحد من أهم استشاري جراحة الأنف والوجه على مستوى العالم. نتشرف بأنه يكون معنا، هو الضفة طبعا طبيب سعودي، وبنتكلم عن الدورة التدريبية لجراحات تجميل الأنف وإصلاح عيوبه وتشوهاته. طبعا تفاصيل خلال الحلقة مشاهدينا، لكن نرجع إلى أبوظبي نمسي على الطيبين هناك في الخير مشاهدينا، ونستعرض معهم بقية فقرات سيدتي لليوم. شكرا رنيم. نذكركم مشاهدينا بمتابعة حلقات البرنامج عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهرة أمامكم الآن على الشاشة، وطبعا لا تنسوا التفاعل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحساباتنا على تويتر والإنستغرام. أما الآن نتعرف على أهم عناوين حلقتنا لليوم. في سيدتي اليوم، القطاع الخاص أخيرا يتحمل مسؤولياته. ركزي على عملك بينما نهتم نحن بطلتك. السعودية الأولى عربيا في عدد عمليات تجميل الأنف. فيديو جديد وراء فتح التحقيق حول تعنيف معلم لطالبه. انتبه، ربما هناك من يحاول أن ينتحل شخصيتك إلكترونيا. كيف تحمين طفلك من الصحبة السيئة دون أن تبقيه وحيدا؟ هذه كانت أهم عناوين سيدتي لليوم، والآن جولة على أبرز أخبار السعودية. خبر مؤثر بعنوان الحكم بالسجن للشبان الستة المتحرشين بفتيات مجمع الظهران، حيث أصدرت المحكمة الجزائية في الدمام حكما يقضي بالسجن 15 شهرا للشبان المتحرشين بفتيات مجمع الظهران الذين كانوا قد ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأبلغ مصدر مطلع أن الأحكام اختلفت بحكم المتحرشين حسب نوع ما ثبت عليهم، حيث كانت 5 أشهر لأحد الأشخاص، وشخصين تم الحكم عليهما لمدة 3 أشهر، وشاب لمدة 2 شهر، وشخصين لمدة 1 شهر لكل واحد منهما مع الحكم بالجلد. كما استثنى الحكم حدثا تم تحويله إلى دار الملاحظة، هذا وتم إحالة المحكومين لإصلاحية الدمام لقضاء محكوميتهم. خبر آخر عن شاب يحرق نفسه بسبب حرمة خطيبته عليه، حيث شيع أهالي إحدى قرى منطقة جازان جثمان شاب أنهى حياته حرقا بعد قصة حب لم تتوج بالزواج، وذلك بعد اكتشاف أن خطيبته هي أخته في الرضاعة. وكانت القرية قد فجعت أول من أمس بنبأ وفاة الشاب البالغ من العمر 28 عاما داخل المستشفى متأثرا بحروق أصيب بها قبل 5 أيام بعد اعتراض أهله على إتمام زواجه من خطيبته وإحدى قريباته التي اتضح أنها أخته من الرضاعة. وفور إحراقه لنفسه نقل الشاب إلى العناية المركزة التي مكث فيها 5 أيام قبل أن توفيه المنية. ومن جهته أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان العقيد عوض القحطاني الحادث، موضحا أن الشاب اعترف للمحققين قبل وفاته بأنه هو من قام بإحراق نفسه بمادة البنزين، وذلك بسبب مشاكل عائلية. نتمنى لأهل الشاب الصبر والسلوان. هذه كانت أهم أخبارنا لليوم، أما الآن فنتابع أهم التحولات الإيجابية التي يعيشها الإعلام في المملكة في التغطية التالية لسيدتي حول الدورة الثالثة لمنتدى الإعلام السعودي، نتابع سويا.
مسيرة الإعلام الحالي في المملكة العربية السعودية تحولات إيجابية انطلق عبرها المنتدى الإعلامي السعودي في دورته الثالثة بمشاركة اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد إذاعات آسيا، والذي جاءت أهميته في توضيح الاتجاهات التنظيمية والهيكلية الجديدة التي لامست الإعلام المرئي والمسموع. الملتقى بشكل أساسي يهدف إلى إطلاع الإعلاميين السعوديين على تجارب الجهات الأخرى، سواء كانت من المنطقة العربية أو المنطقة الآسيوية أو في العالم ككل، على أحدث التقنيات التي تتم وتطبق في مجال الإعلام، وكذلك على أساليب الإنتاج وما يتعلق بالمحتوى. التجربة السعودية في هذا المجال تجربة رائدة اليوم ومتقدمة، والمملكة أضاءت الطريق أمام تقريبا كل الإذاعات التلفزيونية العربية العامة منها بالخصوص، التي لا زالت تبحث عن مجال تطويرها، تطوير أدائها، تطوير هيكليتها، تطوير نظم عملها. فالمملكة أضاءت الطريق وأعطت الهيكلة التي نتمنى أن تكون معممة الآن في الوطن العربي، وهي إحداث هيئة للبث الفضائي وإعطاء إحداث هيئة للإذاعة والتلفزيون، وهذا يهيكل القطاع على أسس جديدة. ضم المنتدى مجموعة كبيرة من قادة وسائل الإعلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ناقشوا من خلالها مختلف مجالات الإعلام المرئي والمسموع، وتحدثوا فيها عن أهم التطورات والتقنيات وأساليب تطوير وسائل الإعلام المختلفة. التلفزيون السوق التلفزيون المدفوع يأتي في المقام الأول من الدعم الأساسي، يأتي من المشتركين، لا سيما أن المستهلكين عادة ما يطلبون خدمة ومحتوى راقي ومحتوى على أعلى جودة، وبالتالي فإن هذا الدعم الذي يقدم إلى المساهمين أو المستهلكين يأتي من خلال اشتراكاتهم، وبالتالي نحن نلاحظ عادة ما نستثمر حتى خاصة عندما نخرج في الأسواق العالمية ونحاول دائما أن نبحث عن أعلى جودة وأعلى الخبرات حتى نستطيع أن نفي باحتياجات المستهلك الذي قد اشترك في للحصول على تلك الخدمة. من النقاشات الجماعية التي ضمها المنتدى صحافة المواطن مقابل الصحافة التقليدية، والتي يلعب فيها المواطن دورا فعالا في عملية جمع الأخبار والمعلومات ونشرها بصورة أسرع من المراسلين والصحفيين نظرا لتوفر التكنولوجيا بشكل أوسع. قال صحافة المواطن Citizen Journalism، اللي هي بتركز على أن هناك دور كبير للصحافة الديجيتال ميديا، وبالذات فيما يتعلق بالسوشيال ميديا والبلوجرز اللي أخذوا حصة كبيرة في الميديا وأصبح لهم تأثير لا شك. أيضا كيفية المواءمة أو كيفية قدرة الصحافة التقليدية والصحافة الورقية في استيعاب هذه المتغيرات وفي تطوير نفسها وفي تطوير الديجيتال بلاتفورم بحيث أنها تكون أيضا ناشطة على مستوى الديجيتال ميديا. عن السيتيزن جورناليزم، اللي هي كيف المواطن ممكن يكون صحافي، وكيف باستخدام التويتر واليوتيوب كيف هو يعني بيغير بينقل الحقيقة. بتشوف مثلا الحين سوريا وحتى مثلا الفلبين بتشوفي فيديوهات تنقل حقيقة غير عن اللي بتناقل وسائل الإعلام. يسعى المنتدى في دورته الثالثة إلى فتح آفاق أوسع في مجال الإعلام المرئي والمسموع، ونقل الخبرات العالمية للمملكة لبناء المزيد من البنى الفنية التي من شأنها أن تدعم هذا القطاع. لبرنامج سيدتي رغدة السليماني، جدة. جهود مباركة لجميع الإعلاميين في السعودية. نبقى مع فاصل قصير قبل أن نتابع فقرة سيدتي لليوم، خليكم معنا. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها.
والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، القطاع الخاص أخيراً يتحمل مسؤولياته.